اخيرا تم الكشف بالكامل عن جزء كول اوف ديوتي القادم بلاك اوبس 6. شفنا الاعلان الرسمي للعبه لطور القصه واللي كان جدا رهيب، وشفنا عده لقطات وجيم بلاي لطور الاونلاين المالتي بلاير ولطور الزومبيز. فبهذا الفيديو راح اشرح لكم واحلل كل شيء تم الكشف عنه لبلاك اوبس 6 لطور القصه الزومبي والمالتي بلاير. وفي اشياء جدا مجنونه في القصه، نفس علاقه صدام حسين مع مجموعه الماسونيه اللي شفنا شعارهم على غلاف اللعبه وظهر أكثر من مرة في الإعلان. وقبل أن نبدأ، هذول أسماء الفائزين على نسختين للعبة اللي كان في جيفوي على آخر فيديو، وهذا الفيديو أيضا عليه جيفوي على نسختين لبلاك أوبس 6. إذا حاب تدخل بالفرصة الفوز عليهم، كل عليك تسويه ادعم الفيديو بزر اللايك، اشترك في القناة واترك أي تعليق أسفل الفيديو. ويلا خلينا نبدأ. وهذا الفيديو برعاية منصة بوكيت بروكر. بوكيت بروكر هي منصة تداول جدا ضخمة، وخلنا نكون صريحين، معظمنا ما يعرف كيف يتداول، بس الشيء الرهيب في بوكيت بروكر ان المنصة راح تعلمك كيف تتداول. اول ما تسوي حساب المنصة راح تعطيك مبلغ تجريبي عشان تتدرب وتتمرن فيه على الاستثمار بدون لا تدفع فلوس حقيقية. غير كذا في عدة طرق وتعليمات تعلمك كيف تتداول. وبوكيت بروكر عندهم خيار الحلال اكاونت، بس تسوي حساب اختار الخيار الاسلامي عشان حسابك لا يدخل بامور الربا. والشيء الرهيب اذا تداولت وربحت فلوس فالسحب راح يكون بدون عموله، راح تاخذ فلوسك كامله، وتقدر تتداول معهم على فوق ال 150 اصل ومؤشر. هذا غير انه عندهم تحديات وجوائز يوميه، وتقدر تبدا التداول الان عن طريق تحميل تطبيقهم الموجود على الموبايلات، الرابط موجود بالوصف، ولو استعملت هذا الكود اللي قدامكم على الشاشه راح تحصل على 60% من اول ايداع لك، فشيكوا الرابط الموجود بالوصف وخلنا نرجع على الفيديو. طيب قبل أن نبدأ بالتحليل، خلنا نتكلم عن معلومات عامة عن اللعبة، نفس تاريخ النزول اللي راح يكون يوم 25 أكتوبر من هذه السنة، أي بعد 4 شهور تقريبا، ومتى موعد نزول البيتا. البيتا راح تكون في تاريخ 28 أوغست، أي بعد شهرين تقريبا، وراح تكون على البلاي ستيشن الإكس بوكس والبي سي كلها بنفس الوقت. طيب وكم سعر اللعبة؟ سعر اللعبة النسخة العادية $70، نسخة الفولت إديشن $100، هذا على البلاي ستيشن. بس إذا تلعب على البي سي أو على الاكس بوكس فتقدر تاخذ اللعبه مجانا من اشتراك اكس بوكس جيم باس. والان خلنا نتكلم عن طور القصه. تكلمت قبل عن تسريبات لطور القصه، بس عندنا الان معلومات رسميه. المهمه الاولى في القصه راح تكون في الكويت عام 1991 اثناء غزو العراق للكويت في حرب الخليج، وراح تلعب بشخصيه من وكاله الاستخبارات الامريكيه السي اي اي اسمها كيس. هالشخصيه مجهول وما بنعرف اي معلومات عنها، بس راح يكون معاه شخصين، الاولى اسمها جين هارو وهي عميلة في السي اي اي جدا مهمة، والثاني اسمها تري مارشل وهو الشخصية اللي موجودة على الغلاف. مين هذول الشخصيات بالضبط؟ عشان نفهم احداث القصة تجي بعد احداث قصة بلاك اوبس 2. في قصة بلاك اوبس 2 بنشوف الشرير راؤول منيندز قتل هاتسون اللي له دور كبير في السي اي اي، فجين هارو البنت هي مكان هاتسون، وبنشوف راؤول منيندز طلق النار على ركب فرانك وودز، فعشان كذا بنشوف فرانك وود صار مقعد وعلى كرسي متحرك، خلاص ما يقدر يروح ويقاتل، بس لسه يشتغل في السي اي اي بس من وراء المكتب عن طريق التواصل مع الشخصيات والكلام. فتري مارشل اللي موجود على غلاف اللعبه هذا تلميذ فرانك وود، انه فرانك وود قاعد يعلمه ويدربه، فهذا يشتغل مع فرانك وود بشكل مباشر. وبالنسبه لالكس ميسن فتم التاكيد ان الكس ميسن ميت. في اكثر من نهايه لبلاك اوبس 2، واحده منهم بنشوف الكس ميسن عايش، بس اكدوا الشركه انه النهايه الاصليه وقت مات الكس ميسن من وراء فرانك وود عن طريق الخطأ. المهم نرجع للمهمة. المهمة الأولى في الكويت عم تلعب بشخصيتك اسمها كيس، ما نعرف شيء عنها، ومعاه جين ومارشل. المهمة ما بتمشي حسب الخطة وبتصير مشكلة فيها، وبيلتقوا هناك في المهمة مع راسل آدلر. راسل آدلر هو الشخصية الأساسية في قصة بلاك أوبس كولد وور، وبيكون هنا مختفي صار له سنوات وما حد يعرف إيش عنه، وفوق كذا مطلوب من السي آي إيه حي أو ميت، وحاطين عليه لقب إنه خائن، خان أمريكا لصالح دولة معادية.
آدلر بس يعرف أن مارشال هو تلميذ فرانك وود وهو يوثق بفرانك وود، بيقول لها الشخصيات معلومات مهمة، بيقولهم أن الحكومة الأمريكية مخترقة من جماعة اسمها بانثيون، وشعارهم هو شعار الماسونية اللي منشوفه طلع أكثر من مرة بالإعلان وموجود على غلاف اللعبة، وبيقولهم أنه كيف هذه الجماعة هي السبب وراء الحروب اللي عم تسويها أمريكا، وبيقولهم أنه كيف مخططين يستعملوا سلاح ممكن يؤدي إلى نهاية العالم ولازم يتوقفوا. فالشخصيات بيسمعوا كلام آدلر وبس يرجعوا على أمريكا بيقولوا لمديرهم مدير بالسي آي إيه هذا الكلام. بيروح مدير السي آي إيه أو وكالة الاستخبارات بيطردهم وبيسحب الثقة منهم كلهم ومن فرانك وود أيضا لأنه هو معاهم بهذه الفرقة، وكل هذا فقط لأنهم جابوا اسم هذه المجموعة. فالآن جميع هالشخصيات بيتعاونوا مع راسل آدلر عشان يحققوا ويكتشفوا وضع مجموعة باثيون الغامضة، وفي شخصيتين اسمهم سيف وفيليكس بينضموا معهم للمجموعة، وهالشخصيتين مفروض انهم مجرمين بس بيضطروا انهم يشتغلوا معاهم بسبب خبرتهم. وشفنا باحد الشاشات اللي عرضوها للعبة ان راح يكون في شخصية عربي اسمها علاوي. علاوي حبيب قلبي ابو حسين انا خادمكم الصغير، انت عندك نقص بشخصيتك. علاوي على الاكثر راح يكون من الجيش العراقي او من الجيش الكويتي، وبيصلهم معلومات انه هذه المجموعه السريه بانثيون هم اعداء لصدام حسين، وصدام حسين عنده معلومات عنهم. فباحد المهمات منروح على قصر صدام حسين بالعراق عشان نشوف اذا في اي معلومات هناك عن هذه المجموعه الغامضه، بس ما بنعرف ايش صار بهذه المهمه، هل التقوا مع صدام حسين، هل نجحت او فشلت المهمه ما ندري. طيب وندري ان امريكا غزت العراق بحجة انه عندهم اسلحة دمار شامل واسلحة نووية، وبعدين بعد الغزو اكتشفنا انه ما في اسلحة نووية وكانت كلها كذبة، وشفنا عدة صور حقيقية لجنود امريكان عم يسرقوا ذهب من قصر صدام حسين ومن بنوك العراق، ومنشوف هذا الشيء باعلان اللعبة. باحد المهمات راسل آدلر ومارشال بيكونوا متنكرين باواعي عمال وداخلين على احد المباني في امريكا وقاعدين يحاولوا يوصلوا لخزنة محصنة، ومنشوف بداخل الخزنة في ذهب وصورة صدام حسين. فعلى الأكثر بهذه المهمة آدلر ومارشال ودهم يأثبتوا أنه تم سرقة الكثير من الذهب من العراق عشان كذا راحين على هذه الخزنة، أو ممكن في شيء مهم بهذه الخزنة ودهم يسرقوه. وفي مهمة ثانية وكالة الاستخبارات الأمريكية أو مجموعة بانثيون الغامضة بيألقوا القبض على راسل آدلر وبيحبسوه بسجن محصن بأحد المباني في العاصمة واشنطن في أمريكا، ومنشوف بلقطات الإعلان ان مارشال والفرقه تبعه بيخترقوا هذا المبنى عشان يحرروا آدلر، ومنشوف اخر شيء آدلر اخذ موتور وطلع منه بين الشرطه وكلهم قاعدين يلاحقوه، وشكلها هذه مهمه جدا رهيبه راح تكون في القصه. وقالوا في عده مهمات نقدر نخلصها عن طريق التحايل بدون لا تقتل اي حد، مثلا مهمه تحرير آدلر تقدر تتكلم مع احد الحراس هناك وترشيه فلوس عشان يدخلك، او تقدر تهدد احد السيناتورز اللي يشتغلوا بالحكومه الامريكيه بكشف اسرار مخبيها عن زوجته فبالتالي بيعطيك المفتاح لتدخل مقر سري. ففي عدة طرق تقدر تخلص فيها المهمات عن طريق الكلام والتحايل، وهذه كل المهمات اللي نعرفها إلى الآن في القصة. فمعظم أحداث القصة في العراق وفي الكويت، وشفنا عدة لقطات منهم، وشفنا علم العراق بأكثر من لقطة، وشفنا تمثال صدام حسين قاعد ينهد، وبعض المهمات موجودة في أمريكا، وحتى في مهمة موجودة في روسيا. فهذا بيأكد اللي قلته بفيديو التسريبات إن جماعة بيرسيس الروسية الشريرة موجودة في القصة بس بشكل خفيف. فيعني مختصر القصة اللي نعرفه الآن إن في جماعة غامضة اسمها بانثيون وشعارهم شعار الماسونية، هم قاعدين يتحكموا بالحكومة الأمريكية وقاعدين يشنوا حروب وقاعدين يطوروا سلاح راح يسبب دمار كبير، وآدلر مع فرانك وود وشخصيات جديدة قاعدين يشتغلوا عشان يكشفوا سر هذه الجماعة ويوقفوهم. وأيضا أكدوا إنه في القصة راح يكون في عمليات غسيل الدماغ اللي نشوفها بقصص بلاك أوبس، وشفنا عدة لقطات غريبة في القصة من هذا الشيء. فممكن جماعة باثيون الماسونية قاعدين يعملوا غسيل دماغ لأحد الشخصيات ما ندري. وصدام حسين له دور جدا كبير شفناه بعدة لقطات، وفي الإعلان الأول قال إن إذا ودكم تعرفوا الحقيقة فعليكم النظر إلى ما وراء الستار، وهنا قاعد يتكلم عن باثيون أو الماسونية وكيف قاعدين يتحكموا في أمريكا. طيب والآن خلنا نتكلم عن كل شيء تم الكشف عنه عن طور الأونلاين أو المالتي بلاير. أول شيء وأهم شيء تم تغيير نظام الحركة في اللعبة بالكامل، وهذا
تغيير جذري ما نشوفه في Call of Duty إلا كل 4-5 سنوات تقريبا. يعني في عام 2014 شفنا Call of Duty Advanced Warfare جابت الإكسو والطيران على Call of Duty وهذا كان تغيير جذري, وشفنا جزئين بعدها سووا نفس الشيء. بعدين في عام 2019 شفنا Call of Duty Modern Warfare جابت نظام الحركة مع السلايد والسريع جدا, ومن وقتها إلى الآن جميع ألعاب Call of Duty على نفس نظام الحركة هذاك تقريبا. الآن بعد 4 سنوات تم تغيير نظام الحركة بالكامل لنظام اسمه Omni Movement أو نظام الحركة المحيطي. حاليا شخصيتك يقدر أنه يرقد في أي اتجاه, تقدر ترقد لورا على اليمين على اليسار, أو حتى ترقد أو تمشي في زاوية. ومو بس الرقد لا, أيضا السلايد تقدر تعمل سلايد لورا على اليسار على اليمين, والدولفين دايف تقدر تسوي الدولفين دايف لورا وانت قاعد تطلق بسلاحك مثل مشايفين. شيء جدا رهيب صراحة, نظام الحركة صار خرافي. نظام الحركة هذا رح يكون موجود في القصة والزومبي مو فقط في الملتي بلاير. تغيير ثاني قبل بأجزاء Call of Duty كان لما تطلق على واحد كان جسم الأعداء مقسم إلى 4 أقسام مثل مشايفين, وكل قسم يدمج على حسب الطلق اللي تطلق عليه. الآن صار الجسم مقسم إلى 9 أقسام مثل مشايفين, وكل ملي تطلق عليه على جسم العدو راح يفرق من ناحية الدمج, فصار في دقة أكثر. تغيير ثاني بالحركة, الآن يمديك تستعمل أعداء كدروع بشرية مثل مشايفين بهذه اللقطة, بس معنا تفاصيل كيف تقدر تسويها بالضبط. تغيير ثاني, نظام البرستيج الكلاسيكي اللي نعرفه بأجزاء Call of Duty القديمة راح يرجع, اللي هو توصل ليفل معين بعدين تسوي برستيج وتعيد كل شيء من الصفر. غير كذا نظام الثياتر مود راح يرجع أيضا, واللي هو يسجل كل الألعاب اللي تلعبها وتقدر تروح تشوفها وتسوي منها لقطات. وبالنسبة للأسلحة فما قالوا كم سلاح راح يكون موجود, بس التسريب بيقلنا 56 سلاح, وتم التأكيد إن في 12 سلاح جديد كليا ما شفناهم أبدا في ولا لعبة Call of Duty قبل كذا. وبالنسبة للخرائط تم التأكيد إن راح يكون في 16 ماب ملتي بلاير عند النزول, وهذه كلها مابات جديدة, ما جابوا سيرة المابات القديمة اللي تسربت نفس نيوك تاون وفايرنج رينج, لا 16 ماب جديد. على سيرة نيوك تاون فمنشوفها موجودة على شاشة القائمة هنا, هذه قائمة اللعبة, منشوف ورا في شعار نيوك تاون, فأكيد راح يرجع هذا الماب. وبالنسبة لنظام الأسلحة فالجن سميث اللي تحط اتاتشمنت على السلاح راح يرجع, وهذه صورة له, ونظام البطاقات اللي معروفة في بلاك أوبس أيضا راح يرجع. وغير كذا بطل في كل كام اللي هي آخر قتلة بالفريق, لا الآن صار أفضل لقطة, فأفضل واحد راح يجيب لقطة بالجيم راح يعرضوها على نهاية كل جيم ما عدا سيرش أند ديستروي. سيرش أند ديستروي راح يظلوا يظهروا اللقطة الأخيرة. طبعا هذا كل شيء تم الإعلان عنه, في كثير أشياء ما تكلموا عنها نفس البركات الكل ستريك, بس ذكرتهم بفيديو التسريب اللي شافه. وبس يتم الإعلان رسميا عن طور الأونلاين أو الملتي بلاير أكيد راح يكشفوا عنها كلها. أوكي, والآن خلينا نتكلم على أكثر شيء متحمس له واللي هو طور الزومبي. عنا كثير تفاصيل ومعلومات رهيبة عن الزومبيز. أول شيء اللعبة راح تنزل مع مابين زومبي, والمابين بنظام الراوندات, خلاص ما في زومبي عالم مفتوح اللي شفناه في مودر وورفير, لا نظام الراوندات الكلاسيكي اللي متعودين عليه. الماب الأول اسمه تيرمينس آيلاند, واللي شفنا إعلان أو لقطات منه هذا مثل مشايفين, وفي هذا الماب راح نلعب بشخصيات زومبيز أساسية. إي أخيرا شخصيات أساسية نفس بلاك أوبس 3 وبلاك أوبس 4. طيب مين الشخصيات اللي راح نلعب فيهم على نهاية زومبي بلاك أوبس كولد وور؟ منشوف فريق ركويم اللي هم فرقة خاصة بالسي اي اي أو وكالة الاستخبارات الأمريكية المسؤولة عن أمور الزومبي والبحث عنها. منشوف إنه هذه الفرقة نجحوا بالسيطرة على الزومبي والسيطرة على الوحش فورسيكن بنهاية زومبي بلاك أوبس كولد وور. على النهاية منشوف إنه بعد نجاحهم قائد هذه الفرقة اللي هو ريكتوفن, منشوف إنه بيخونهم وبيعطي أمر بحبسهم جميعا, ما بنعرف ليش حبسهم وشو السبب, بس بنشوف على النهاية انه كلهم قاعد يتم الالقاء القبض عليهم. وهذول هم الشخصيات الاساسية راح نلعب فيهم من السجن يلي حبسهم في ريكتوفن, واللي هو جزيرة بنصف البحر قريبة لليابان. بس الشخصية الرابعة غيروه, الشخصية الرابعة كان عالم الماني اسمه ستروس, هنا غيروه بشخصية اسمها مايا. ومين هذه مايا بالضبط؟ هذه قاعدة تشتغل مع شخصية شفناه بزومبي بلاك اوبس كولد وور اسمه دكتور بيك. دكتور بيك كان شرير في
زومبي بلاك اوبس كولد وور وكان يشتغل مع الروسيين. وعلى نهاية زومبي بلاك اوبس كولد وور من فكرة مات من وراء انفجار وهو قاعد يهرب، بس منشوفه آخر شيء إنه لا لسه عايش بس انحرق وجهه. ومنشوفه على النهاية إنه راح اليابان واستأجر قارب وكان وده يروح على جزيرة في نص البحر واللي هي ماب الزومبي الجديد تيرمينس آيلاند. فهذه الشخصية الجديدة اللي اسمها مايا تم إرسالها من دكتور بيك عشان تحرر شخصياتنا المحبوسين بهذا السجن، وما نعرف ليش يبي يساعدهم مع أنه هو المفروض يكون عدوهم، بس على الأكثر عشان ينتقم من ركتوفن. وأيضا راح يكون عندك الخيار أنك تلعب بشخصيات أوبريتر، ما في داعي تلعب بالشخصيات الأساسية، بس لو ودك تفهم القصة وتشوف الشخصيات يتكلموا مع بعض فلازم تلعب بالأربع شخصيات الأساسية. والماب جدا ضخم مثل ما شايفين، وأجواء شكلها راح تكون مخيفة من جد. طبعا ما شفنا إلا لقطات بسيطة من الماب، وبهذه اللقطة منشوف إن أحد الزومبي لما ما طاح منه سالفج. سالفج هي الأشياء اللي كنا نجمعها في زومبي بلاك أوبس كولد وور ونستعملها عشان نشتري درع آرمور وأشياء ثانية. وشيء ثاني منشوفها بالإعلان هذا المدفع الضخم اللي على أكثر راح يكون مثل فخ نستعمله عشان نذبح مجموعة كبيرة من الزومبي. طيب والماب الثاني اللي حيكون عنا اسمه ليبرتي فولز، واللي على حسب التسريبات ماب مستوحى من ماب ترانزيت في بلاك أوبس 2. وشفنا لقطات من ماب الزومبي هذا بس بالمالتي بلاير. هذه اللقطات اللي عرضوها لأحد مابات المالتي بلاير هي نفسها ماب الزومبي ليبرتي فولز، أو منطقة من ماب الزومبي حولوه لماب مالتي بلاير. مثل ما شايفين الماب موجود في مدينة أمريكية، منشوف سوبر ماركت، محطة شرطة، كنيسة. والماب راح يكون ضخم، بس أخذوا منطقة منها حولوها لماب مالتي بلاير اللي قاعدين نشوف لقطاتها الآن. واللي شاف فيديو التسريبات اللي سويتها من أسبوع كلمت بتفاصيل أكثر عن هذا الماب، واللي هو راح يكون بمنطقة ويست فيرجينيا في أمريكا. وقصة الماب إن ريكتوفن بيعطي أمر بإخلاء سكان هذه المدينة بالكامل، وبيأرسل فرقة وعلماء ليتحروا هذه المدينة، فواضح فيها شيء جدا مهم. وبفيديو التسريبات قلت إنه هذه المنطقة اللي موجودة فيها المدينة صار فيها انفجار مفاعل نووي في الحقيقة في تاريخنا الحقيقي بالسبعينات، فممكن انفجار المفاعل النووي له علاقة بقصة هذا الماب. وما عندنا فكرة مين الشخصيات اللي رح نلعب فيها بهذا الماب. واللي شاف فيديو التسريبات أيضا قلت إنه العلكات أو الجبلجم اللي شفناها في زومبي بلاك أوب 3 رح ترجع، وعندنا تأكيد رسمي الآن إنه أي فعلا الزومبي الجديد رح يكون في العلكات. وهذه كل التفاصيل اللي عندنا إياها عن طور الزومبيز إلى الآن، ما شفنا إلا أشياء جدا بسيطة وحاولت إني أحللها قدر المستطاع، بس قريبا رح نشوف إعلان كامل للزومبي نشوف فيه تفاصيل أكثر إن شاء الله. وبكذا يا شباب ممكن وصلنا لنهاية الفيديو، رح أسوي فيديو ثاني قريبا أشرح فيه تفاصيل أكثر عن القصة والزومبي. على النهاية لا تنسوا تشاركوا بالجيفاوي على نسختين في اللعبة، الشروط جدا بسيطة، وشاركونا في التعليقات آرائكم وتوقعاتكم عن اللعبة. وبس كان معكم بشاركة يال أو بشاركة كي، شوفكم فيديوهات ثانية إن شاء الله، مع السلامة.